اعتداء على الشعب الصحراوي، رغم أن الموقف الفرنسي ليس بجديد. الموقف الحالي الفرنسي هو يعني لا يبتعد كثيرا عن ما عرفناه سنة 1977. للذاكرة، سنة 1977 78 كان المقاتل الصحراوي في الأراضي المحررة يتعرض للقنبلة الطائرات الفرنسية، طائرات الجاكوار التي كانت تقلع من التراب السنغالية وتهاجم المقاتل الصحراوي في الأراضي الصحراوية. تدخل مباشر سافر اليوم بشكل آخر، ليس من خلال الجاكوار لكن من خلال رأس المال وتشجيع رأس المال. لكن نقول لكل هؤلاء أن الصحراويين نحن سندافع عن حريتنا، سندافع عن أرضنا، سندافع عن ثرواتنا، وبكل الوسائل المشروعة. ومع بعد 13 نوفمبر مباشرة اعتبرنا أجواء ومياه وأراضي الصحراء الغربية منطقة حرب. إذن من تجاوز فقد تعدى، والصحراويين إن شاء الله يلقنوه ما يستحق.